تباينت الآراء بين الأمريكيين في مدى قدرة قيم الحلم الأمريكي على إلهام الأمريكيين في حياتهم في ظل الأزمة الاقتصادية القاسية التي تشهدها الولايات المتحدة حاليا. يقول أمريكيون أن الحلم الأمريكي تراجع بداخلهم بفعل ما يعانوه من بطالة وقلة فرص العمل، فيما يقول آخرون أن الحلم الأمريكي يعيش حالة من الضعف في المرحلة الحالية، مشددين على أن القيم الأمريكية قادرة على إلهام الأمريكيين لتجاوز أزمتهم الاقتصادية القائمة. مستلقيا على ظهره وخافيا لملامح وجهه يقول عن ذلك إنها وسيلته للتعبير عن غضبه. هذا خيار ستيف، فيما حول أصدقاء آخرون لستيف ساحة الحرية في قلب واشنطن إلى مقر لإقامتهم اليومية. تتغير أحوال الطقس من الحرارة إلى البرودة ويصرون على البقاء هنا، فلماذا يفعلون ذلك؟ لأنه لم يعد في مقدورنا الحلم بذلك، نريد وظائف وبيوت ومساعدة عاجلة لكثير من العائلات الأمريكية. غاضبون لأن الحلم الأمريكي لم يعد كما انتظروه أن يحدث. هناك حالة بطالة غير مسبوقة تعيشها البلاد، وهناك التزامات في الحياة اليومية لا تنتظر، وهناك ملايين الأمريكيين من غير بيوت ومن غير تأمين صحي، فهم يرون ما يحدث في بلادهم لا يطمئن ولا يبشر بمستقبل أفضل لأطفالهم. هناك وضع خاطئ بالتأكيد ويحتاج إلى تصحيح. لا يمكن أن يتحمل البسطاء ومحدودي الدخل نسبة أعلى من الضرائب، فيما يعفى الأغنياء من ذلك. بعضهم وهو يقطع الطرقات ويمارس الحياة اختار أن يدعو للإبقاء على هذا الحلم قائما في حياة الأمريكيين وفي أحلام الحالمين بالقدوم إلى أمريكا ومعايشة الحلم يومه. آخرون اختاروا أن يستعينوا بدعوة الزعيم الراحل مارتن لوثر كينغ في هكذا ظرف عصيب. الروح الأمريكية وحدها تساعدنا على الإيمان بأن الحلم الأمريكي سيعود إلى حالته الطبيعية كملهم للشعب الأمريكي. في المقابل يقول كثيرون أنهم مطمئنون أن ما يحدث الآن ما هو إلا عثرة في مسار طويل، وقناعاتهم أبدية في أن الحلم الأمريكي سوف يستعيد بريقه قريبا. بالتأكيد سيظل الحلم الأمريكي قائما طالما وجدت الحياة. تختلف الجذور والأصول والأعراق بين الأمريكيين، لكن إيمانا مشتركا بين الجميع يظل معلنا بأن الآتي حتما أفضل وهم منتظرون. الحلم الأمريكي يتراجع بداخلي، وعلى مدار الساعة تقول لي مواطنة أمريكية تقيم داخل هذه الخيمة، وعلى مدار الساعة أيضا سوزان الأمريكية اليافعة تقول من جانبها أن في تاريخ أمريكا فترات من القوة والضعف، لكن الغالب في أمريكا أن فترات القوة أكثر بكثير من فترات ضعفها، وهذه حالة من الضعف يعيشها الحلم الأمريكي، لكنها تصر وتقول على أن إيمانها بهذا الحلم لن يتراجع يومه. هذا جزء من نقاش أمريكي يحدث وعلى مدار الساعة هنا في ساحة الحرية في قلب العاصمة واشنطن. رابح فلالي، الحرة، واشنطن. بعد قليل في العالم اليوم.